وده مرتبط بالخبر التالي. مدرب الأهلي 2001 يقود منتخب القاهرة للفوز ببطولة المناطق بعد الفوز على منتخب الجيزة في بطولة المناطق، بطولة الجمهورية للمناطق. وتألق الكابتن أحمد سراج المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم في نادي الأهلي مواليد 2001، ودول من المراحل اللي بتمثل طبعا مرحلة عمرية قريبة جدا من الفيرست تيم في النادي الأهلي أو من المشاركة في الدوري الممتاز في خلال سنوات قليلة جدا. عناصر متميزة اختارها الكابتن سراج لضمها لمنتخب هذه المناطق أو لمنتخب منطقة القاهرة، منتخب القاهرة قبل الفوز بهذا اللقب، واختار 7 من العناصر المتميزة في فريق الأهلي. وكان اختياره في الأساس كمدير فني لمنتخب القاهرة نتيجة لتألق الفريق تحت قيادة الكابتن سراج. خلونا نعرف منه تفاصيل أكتر عن شكل المنافسات في المرحلة العمرية دي وأسباب اختيار هذا الكم الكبير من نجومنا وأدائهم اللي شاركوا بقوة وكانوا من العناصر الأساسية والمؤثرة في منتخب القاهرة للمناطق الفائز ببطولة الجمهورية للمناطق. كابتن أحمد سراج مساء الخير وأهلا بحضرتك وألف مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ محمد ومتشكر جدا. كابتن سراج قول لنا تفاصيل اكتر، طمن جمهور الاهلي ومشاهدي القناه على مستقبل النادي الاهلي في كره القدم وعلى نجومنا، هل بالفعل هم 7 لاعبين الموجودين في منتخب القاهره؟ يمكن الاول طبعا تكمله لكلام حضرتك عن قطاع ناشئين، يمكن قطاع ناشئين من ابرز القطاعات على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا كلها. يمكن قطاع الناشئين في النادي الاهلي مليان بالمواهب. يمكن الحمد لله انا بالنسبه لي يمكن منتخب القاهره لما بدات اختار يعني 7 لعيبه يمكن ده رقم قليل. يمكن طبعا النادي الاهلي طبعا هو انس حاجه في منطقه القاهره من انس الانديه، ودايما استباق باختيار المنتخبات والحمد لله يعني وفقنا في اختيار 7 لعيبه. احنا بنتكلم عن الاسماء، خلينا نقول لجمهورنا كمان الاسماء يا كابتن سراج. 7 لاعبين من الاهلي في منتخب منطقه القاهره: طه محمود، يوسف عبد القادر، عاصم سليم، هاني عمرو، احمد نبيل كوكا، عمر حجاج، ومصطفى هشام. هل حضرتك بتطمن جمهور النادي الاهلي الكل مشغول بمستقبل الكوره في مصر خصوصا مع ارتفاع سعر الانتقالات والصفقات بشكل اصبح مبالغ فيه ومزعج جدا؟ الناس بتقول بنتمنى نشوف نجوم جدد في الكره المصريه في النادي الاهلي في الفريق الاول في منتخب مصر من مدرسه الاهلي من ناشئين الاهلي، هل ده جاي ان شاء الله في السنوات القليله القادمه؟ يمكن طبعا انت كلامك حاجه جميله جدا. يمكن انا بطمن جمهور النادي الاهلي وقناه الاهلي، قناه النادي الاهلي طبعا انا بشكرها جدا، هي دايما بتعرف المواهب اللي بتطمن عليها الجمهور. يمكن قوام اي منتخب في مصر ما بيقومش غير على النادي الاهلي. يمكن عبر تاريخ الكره المصريه يمكن ما فيش منتخب بيتعامل وبينجح في اي بطوله الا من عن طريق اكثر لاعبين ومميزه يعني من لعيبه النادي الاهلي. يمكن منتخب القاهره لما بدا يتكلم معاه يمكن اخترنا 7 لعيبه. يمكن كمان احنا في منتخب مصر طبعا احنا بنشتغل عشان تكوين منتخب مصر الشباب اللي كان الكابتن ربيع فيه. يمكن كمان في 8 لعيبه كمان من نفس الفرقه في المنتخب مصر الرئيسي. انت حضرتك شايف طبعا يمكن على مستوى مصر وعلى مستوى الدوري حاليا الدوري الكبير يمكن كل لعيبه معظم لعيبه الدوري الممتاز يمكن من لعيبه قطاع ناشئين النادي الاهلي. يمكن الفريق الاول كمان عندنا من اميز الفرق على مستوى القاره، اكثرهم من قطاع ناشئين، ودي حاجه طبعا انا بطمن بقى جمهور النادي الاهلي. يمكن احنا شغالين في نطاق مستمر لانتاج لعيبه مميزه للفريق الاول، والحمد لله يمكن ان شاء الله في المواسم القادمه ان شاء الله يبقى احسن كمان. مبروك مرة تانية وبشكرك جدا المشاركة معنا في الحوار، وإن شاء الله مزيد من النجاحات على مستوى المنافسات في المرحلة العمرية اللي بتتولاها كمدير فني في قطاع الناشئين في النادي الأهلي كابتن أحمد سراج، أو على مستوى مشاركاتك والثقة في قدراتك كمان ونجاحك مع الجيل ده من اللاعبين واللي أهلك لاختيارك لتتولى مهمة تدريب منتخب القاهرة وتحسم الأمر بالفوز بالبطولة أو بطولة الجمهورية للمناطق بعد فوز كبير على منتخب الجيزة في المباراة النهائية بالنتيجة 3-1. كابتن أحمد سراج شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.